كتاب العلوم الصف الرابع الابتدائي الترم الأول. هنبدأ إن شاء الله بالوحدة الثانية أنظمة البيئية، ثم ننتقل إن شاء الله إلى الفصل الثالث استكشاف الأنظمة البيئية، ثم هننتقل إن شاء الله إلى الدرس الأول مقدمة في الأنظمة البيئية. استكشف ماذا يمكن أن أجد في بيئتي، ثم هننتقل إن شاء الله إلى بداية الدرس ما النظام البيئي. هننتقل بعدها إن شاء الله إلى النظام البيئي والمواطن، ثم هننتقل إلى الصفحة التالية ما الجماعات وما المجتمعات الحيوية، ثم ما المنطقة الحيوية، حيكون عندي إن شاء الله التفكير الناقد وأختبر نفسي، ثم هننتقل إلى حل النشاط، وبعدها هنحل في نفس الصفحة أختبر نفسي حقيقة ورأي، ثم حيكون عندي إن شاء الله مراجعة الدرس أفكر وأتحدث وأكتب مع اختيار الإجابة الصحيحة، ثم هننتقل للسؤال الأساسي كيف تتفاعل مكونات نظام البيئي بعضها مع بعض، التركيز على المهارات، ثم هننتقل إلى بناء المهارة، ثم هيكون عندي إن شاء الله الدرس الثاني العلاقات في الأنظمة البيئية، ثم استكشف، وبعدها هنحل إن شاء الله بقية التمارين في نفس الصفحة، ثم بداية الدرس الثاني المستهلكات والمحللات، ثم أختبر نفسي. هننتقل بعدها إن شاء الله ما السلسلة الغذائية أقرأ الشكل، ثم ننتقل إلى السلسلة الغذائية في البركة وحل أختبر نفسي، ثم هننتقل ما الشبكة الغذائية، ثم التنافس، وكذلك حل أختبر نفسي، ثم ما هرم الطاقة، ما حل أختبر نفسي أستنتج والتفكير الناقد، ثم بعدها هننتقل إن شاء الله إلى مراجعة الدرس واختيار الإجابة الصحيحة، ثم هيكون السؤال الأساسي كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة، كتابة علمية، ثم أكتب عن كتابة توضيحية. الدرس الثالث وهو التغيرات في الأنظمة البيئية، ثم أستكشف كيف تؤثر أو يؤثر تغير النظام البيئي بالمخلوقات الحية. أستكشف هنحل إن شاء الله في نفس الصفحة، ثم بداية الدرس ما الذي يسبب تغير النظام البيئي، ثم هننتقل بعدها إلى المخلوقات الحية وهل أختبر نفسي، وبعدها كيف يغير الناس النظام البيئي بإزالة الغابات والاكتظاظ السكاني، ثم التلوث، أما حماية النظام البيئي هيكون إن شاء الله ما يحدث عند تغير النظام البيئي، ثم الانقراض وهو انعدام أو عدم وجود أفراد النوع كله، كيف يمكن للناس منع الانقراض وهل أختبر نفسي السبب والنتيجة، ثم بعدها ننتقل إلى مراجعة الدرس واختيار الإجابة الصحيحة، هتكون إجابة جيم، هننتقل إن شاء الله إلى قراءة علمية، ثم مراجعة الفصل الثالث أكمل كل من الجمل التالية بالكلمات المناسبة، ثم المهارات والأفكار العلمية أجب عن الأسئلة التالية، ثم هنحل إن شاء الله السؤال الأخير أين تعيش النباتات
والحيوانات، ثم نموذج الاختبار اختيار الإجابة الصحيحة، ثم ننتقل للصفحة 130 تحقق من فهمي، ثم بعدها ننتقل إن شاء الله إلى الوحدة الثالثة الأرض ومواردها، الفصل الرابع والأخير موارد الأرض، ثم هننتقل إلى الدرس الأول المعادن والصخور. أستكشف، ثم ننتقل إن شاء الله ما المعادن بداية الدرس، ثم خصائص المعادن، وأختبر نفسي في نفس الصفحة التتابع، ثم التفكير الناقد. هننتقل إن شاء الله ما أنواع الصخور، ثم الصخور الرسوبية والصخور المتحولة، ثم أختبر نفسي وكذلك حل التفكير الناقد. ما أهمية الصخور؟ هنحل إن شاء الله كيف ينتهي الصخر إلى حجر في بناء ما، وبعدها مراجعة الدرس وحل اختيار الإجابة الصحيحة، ثم السؤال الأساسي لماذا يوجد عدد كبير من أنواع الصخور المختلفة؟ التركيز على المهارات وبناء المهارة. هننتقل إلى الدرس الثاني وهو الماء. أستكشف، أيهما يسرب الماء أكثر، التربة أم الحصى؟ ثم أين يوجد الماء؟ ثم ننتقل إلى المياه الجوفية وحال أختبر نفسي كيف نحصل على الماء، وحل كذلك أختبر نفسي مشكلة وحل والتفكير الناقد، المحافظة على الماء، ما المشكلات التي تحلها طريقة الري، ثم مراجعة الدرس هيكون جواب إن شاء الله السؤال الأول الري، ثم السؤال الأساسي كيف يحصل الناس على الماء وكيف يستعملونه. كتابة علمية ترشيد الماء، ثم مراجعة الفصل الرابع، أكمل كل من الجمل التالية بالكلمة المناسبة، المهارات والأفكار العلمية، أجب عن الأسئلة التالية، ثم صواب أم خطأ، سؤال الأخير ما بعض موارد الأرض وكيف نحافظ عليها، ثم اختيار الإجابة الصحيحة بنموذج الاختبار. وبعدها ننتقل إن شاء الله إلى الصفحة الأخيرة.